حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة إيمان جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية. مساء الخير أستاذة إيمان، شكرا لك على قبول الدعوة وأهلا بك في نشرة الثالثة. هل تحدثينا عن أهمية هذا البرنامج، برنامج إضاءات؟ مساء النور، مرحبا. بداية اسمح لي أن أرفع إسماعيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المعظم حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى المجتمع البحريني على هذا الإنجاز التاريخي اللي عاشته المملكة البحرين وحقق أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات. بالنسبة للسؤال، فإن برنامج إضاءات الذي أعلن عنه المعهد يأتي استكمالا رسالة جهودنا المتواصلة في دعم وتعزيز المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتفعيلا أيضا كما ذكرت لمرسوم إنشائه خصوصا فيما يتعلق تقديم الدعم والتدريب لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية. طبعا يأتي هذا البرنامج بهدف توفير تدريب وتهيئة نوعية للسادة أعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية، وبيتم خلاله إطلاق مجموعة من البرامج المخصصة واللي تتناول كافة الجوانب من جوانب تشريعية قانونية تنفيذية وخدمية، وسيمتد إن شاء الله في الفصل التشريعي بالكامل. نعم أستاذ إيمان، يعني لاحظنا خلال الفترة الأخيرة نشاطا كبيرا لمعهد التنمية السياسية من خلال العديد من البرامج التي تم تنفيذها قبل الانتخابات النيابية والبلدية. هل هناك ارتباط بين برنامج إضاءات والبرامج التي نفذها المعهد قبل الانتخابات؟ أكيد، فنحن في المعهد نعمل ضمن منظومة موحدة تنطلق من خطط استراتيجية طويلة الأمد، فرغم اختلاف طبيعة البرنامج والأهداف بين ما قبل الانتخابات وما بعدها، فإن ما قام به المعهد من جهد على مدى أكثر من سنتين، وتم تنفيذ العديد من البرامج للمرشحين، فرق العمل والمراقبين والإعلاميين وحتى الناخبين، فهذا سيكون أرضية يعني مناسبة لإطلاق البرامج الجديدة، خصوصا أن الحمد عدد من الفائزين بالانتخابات النهائية كانوا مشتركين في برامجنا التدريبية. نعم أستاذ إيمان، أخيرا ذكر بيان المعهد بأن هناك يعني اتفاق تعاون ثنائي بين معهد التنمية السياسية وكل من مجلسي الشورى والنواب وأيضا وزارة شؤون البلديات والزراعة. هل هناك جهات أخرى محددة سيتم التنسيق والتعاون معها لتنفيذ هذا البرنامج، ونوع التعاون والتنسيق؟ يعني أكيد إحنا في معهد بحرين التنمية السياسية نؤمن بأهمية التعاون والشراكة مع جميع مؤسساتنا الوطنية، وينسعى لتحقيق يعني الهدف ذاته والارتقاء بالعمل السياسي والتشريعي في مملكة البحرين. ولأجل ذلك سنعمل في المعهد على تفعيل جميع الاتفاقيات مع الجهات المعنية في الدولة، خصوصا مثل مجلس الشورى ومجلس النواب ووزارة شؤون البلديات والزراعة وأي جهة أخرى ممكن نحن نستفيد منها وهي تستفيد من برامجنا. نعم الأستاذة إيمان جناحي، المديرة التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.